seen a lot of change, been through a lot of يا حرام أبقاني يا مثلا بيصر العرب ما شاء الله تونس الخضرة باهية The past is where it stays. I've changed for صرنا توانسة معلم صرنا توانسة خلص صرنا توانسة يس شو رايك عيسى يلا الجزائرية 123 كيلومتر حدود الجزائرية التونسية كيف الجو؟ بجد أكبر علم في تونس شفته لليوم Back a year ago. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. Very beautiful brother, very beautiful. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. أجواء خيالية ما شاء الله من أجمل البلاد يعني بسم الله ما شاء الله احنا مقررين نروح على طبرقة من الأماكن السياحية الموجودة هنا في تونس بسم الله يعني شيء مش طبيعي شيء خرافي اللي قاعد بشوفه أنا شيء خيال شيء شوفوا عالم آخر هاي سويسرا العرب يا إخوان هاي سويسرا العرب Some things are not the same as they were a year ago but all just okay شوف هذا حي هذا اللقلاط في هيك شغلات كيف بعمل طبعا خير غزة تنتظر هذا يسوي يسوي وي ما شاء الله نعلم فلسطين مرسوم قلب تونس شوف عزك شكله تشيك بوينت سي بوينتس معينة الجهة الثانية يا عيسى جمال طبيعة تونس ما شاء الله طلعوا هناك قاعدين هناك ما شاء الله ما شاء الله يا اخوان المنظر خرافي تشوفوا احنا شو قاعدين بنشوف هون بتونس اماكن انا اول مره بشوفها بحياتي طلعت جدا ضخم شلوم اسمه والله علم الجزائر والعلم التونسي هون بتونس يا اخوان بيعشقوا شيء اسمه الجزائر بقول لك احنا لو صير عندهم شيء احنا بنطلع نحارب معهم والله التوانسه زي يقولوا لي يعني بيعشقوا بعض يعني بلادين يحبوا بعض تونس والجزائر شايفين يا اخوان صديقي يقول لي اذا فعليا فلسطين كانت بحدود الجزائر تتحرر على طول فلسطين
هاي حقيقة واقع، لأن أنا بسمعها كثير من الجزائريين، هاي اليوم سمعناها من تونسيين. أخو لطفي ده الدرجة واثق من الجزائريين. واثق ثقة عمياء. ما شاء الله ما شاء الله. نقطة أصلا ناكل هون اليوم إحنا صفون. يلا هو هات عارب عليه بس. السلام عليكم. ليش حد شيء؟ ليش بدي فيه؟ هذا شو هذا شو هذا؟ هاي قلعة مبينة من هون. بسم الله. ومنلوطة هي نخيل. شوفت شوفت كيف حسبها عيسى يا لطفي؟ بسم الله. هذا هذا هو بدنا في عندك مكان هنا الشحن؟ ايوه اوكي بس واحد ليش طيب؟ ليش ثلاث اربعة؟ اقول كويس انه في واحد بس انا نحصله انا نحصله يعطيك صح حاول تشارج شوي انت كان حتك هيك ترك مديته له شرط هاي الاجواء هاي أجواء كله عشان الشاحن بدنا نشحن ما شاء الله بريكا هاي. اوكي هسا بدنا نجرب البريكا أكلة رمضان المفضلة هون بما انه رمضان بعد كم يوم فضروري ناكلها طبعا حامي بسم الله يا سلام مش طبيعية رهيبة رهيبة طبعا مكونات هسه بنشوف شو المكونات بس عندي الأهم إشي هاي بحط لايم ليمون الجمبري بطاطا وجبنه وجمبري وفي عندك كمان هون حاطين ايش هذا معدنوس بقدونس هاي بقدونس شو كمان تن وفيها الطن ايش جايب معك هذه سلطه مشويه سلطه مشويه ولحم بس ما سلطه مشويه بس هيك اسمها سلطه مشويه بزيت زيتون هذيك بزيت زيتون وعندك زيت زيتون وهذه تابونه تابونا يا سلام هذيك تابونا تيب بطريق العربي معنا في الجوجة سموها جوجة خبز التابونا فما يسميها جرادك معناتها كل واحد شنو يسميها هاي رهيبة يعني فيها بيض عربي كمان هاي هذيك بيض العربي اها عربي معناتها دجاج عربي مش في اول طريق ملوله على جبل مقابل معناتها في محلاه مقابل البحر معناتها العائلات الفاميلي يحب يعمل جو يحب يبدل جو يحب يجيب الصغيرات يفرح بالعطل ماذا به يعمل طلع لنا بلاصه محلاها ونفرح بك اليوم بتجنن البلاصه تبعته اي قريب الجزائر على حدود جزائريه محسوب حدود يعني احنا الان حدود جزائريه اه هذه هي حدود جزائريه صح عليكم حبيبي شكرا شو انها رهيبه حتى بيشتغلوا اخوان هنا مهذبين الكل بيحب يتصور الكل بيقول لك صور كمان استمتع خذ راحتك خذ بدك اياه اعمل بدك اياه راح نتغدى هنا في هذا المكان هلا طبعا اجواء ما حد يسالني عن الاجواء هاي جبنا حوت يا لطيف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا حوت دورات هذا الحوت دورات دورات اوكي اوكي ما شاء الله ما شاء الله عليكم الصراحه اكلكم لذيذ جدا اسلم ايديك كثير شو احسن انت ما فيش عندكم كسكس قلنا اذا سالنا اذا في عندكم موجود عندنا كسكسيه ما وفى يعني ما ضلش وفى جمله وفى وفى جمله يعني ما ضلش يلا واحنا نجرب الحوت فرصته راحت على طول شكرا عليك خلينا نجرب الخبز مع السمك او الحوت طبعا لفت انتباهي هاي النحاسه هاي رهيبه جدا 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 ولا حنجرب الحوت التونسي لاول مره الله يسخي بسم الله
يا سلام يا سلام، هو مشوي رائع. أكيد مع فريتس بطاطس. مش طبيعي مع المنظر هذا اللي هنا. ما شاء الله. طلع طبعا كل شيء له مذاق، ومذاق هذا جاكي كثير. فرحة اني انا بتونس مش طبيعية لا توصف. احنا جايين نجرب اكل التقليدي، ها اكل التقليدي التونسي. كل الاطباق اللي تشوفوها بنجرب فيها تونسية 100%. طبعا صديقي التونسي قال لي بناكل الحوت في ايدينا ما بناكلوش بخبز. انا اكلته على الطريقة الاردنية مش بدي. نقطة مهمة. اوكي اخوان والله شبعنا، اكل كثير زاكي. طلع كيف هذا هو المكان اللي جينا فيه. هذا المكان ولا والله لا يعلى عليه، جنن الله. شوف كيف الأتاي اللي بحبه. ترك في الجو هذا. اوكي ضروري واحد يجرب الأتاي التونسي. الله دخل هون والله يا اخوان، دخل هون اقسم بالله بجنن. دخل هون بعيادك. ربي موفق. الله عيسى ادخل معنا. يلا في جنن. خليك يا عيسى. عيسى وش انا تقول كل طعم الفراوله زاكي والله. دوقها الفراوله، دوقها دوق الفراوله. دوق الفراوله. انت جبت لك مكرونه صح؟ خلاص اقل. ايه ما انت اكلتهم على الطريق، اكلتهم كلهم على الطريق والله. اسمع واحنا بنروحين على المطار فتح واحد كامل. اكل عديته ولقيته هذا اربع، قلت اكيد. ليش منهم راح؟ ايه مش سامعك. قلت ما ليش منه؟ هذا هو رقم واحد عندهم بالهذا في 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 فرنسا. رقم واحد هو الماكرون. يعني بروح فرنسا ضروري يجرب ماكرون. تجربة صراحة. الله ما حد جو هنا مش مبين يعني هيست دستي. مبين يعني بس لون قدام شوي. أجواء هاي الرائعة. نعم عليك. أروع مكان يا أخي، رائع جدا قدام بحر أبيض متوسط في تونس الحبيبة. وردي جو خيالي. عجبني كثير وعجب عيسى. يا عيسى الكهيب. طيب شو رأيك؟ إيش عيسى؟ رهيب؟ بسم الله بسم الله ما شاء الله. واو على فكرة نفسي أنا حامل يقطع صوتي كثير.